الله يديك الصحة يا رب. شكرا يعيشك. احكي لي بقى تونسي بقى، سيبك من مصر وبتاع، عايزين نحس بتونس. لا مش هيفهموني كتير. طب قول لي، هبتدي معاك المشوار من الاول. اول ما جالك كده تليفون وقال لك النادي الاهلي عايزينك، مين اللي كلمك؟ والله بصراحه الوكيل. الوكيل كلمك؟ حضرتك اللي كلمت الوكيل يا كابتن ميدو؟ كلم الوكيل، وكيل كلمك قال لك النادي الاهلي عايزك. طب ساعتها لما قال لك كده قلت ايه؟ قلت انا يعني عندي عروض تانية اكيد. انت مع نادي الترجي، نادي كبير جدا ومحبوب كمان، احنا بنحب نادي الترجي كمان كمصريين. فصعب ان انت برضو تروح من نادي كبير، نادي كبير كان الموضوع برضو هيبقى فيه تفكير. فكرت ازاي؟ والله بصراحه ما فكرتش، عشان انا ما انت اي واحد يتمنى مش يلعب في نادي الاهلي. صحيح. يعني كتشوف نادي الاهلي نلعب، يعني لعبت ضده برشا مرات الفريق، يعني تحس انه فريق كبير، يعني داخل يعني تعمل له حسابه. تمام. فاهم. فبصراحه ما مستحيل انك تتردد انك تمشي للنادي الاهلي ولا ما. طب ازاي سويتوا الامور مع نادي الترجي؟ يعني انت كلمت مع النادي، اكيد نادي الترجي محتاجك. كانت في برشا صعوبات. طب كابتن ميدو عارف صعوبات. انا عارف، لانه انت كان برشا صعوبات، انت لعيب كبير ولعيب منتخب، فالترجي طبعا اكيد محتاج لك. فاحنا كنا متوقعين ان هيبقى فيه، حتى كابتن ميدو اقول لك على مفاجاه، هو تنازل عن مبلغ للترجي بحيث ان هو يجي نادي الاهلي. شكرا. انا عارف ان لازم انت تضحي بحاجه. وخلي بالك كابتن ميدو كان مخبي على اسمك طول الفتره، يعني ما قالش انا بفاوض مين خالص، يعني حاولنا ناخد منه المعلومه ما كانش بيقول، لانه كان عايز يحافظ عليك، ما كانش عايز اي معلومه تطلع هنا او هنا يخسرك. بس انت اشتريت النادي الاهلي، يعني حقيقه لازم الناس تبقى عارف، انت حتى كابتن ميدو بيقول انت سبت مبلغ للترجي عشان تبقى موجود معانا، واكيد النادي الاهلي عمره ما هيخذلك، يعني اكيد ان شاء الله اكيد مش هيخذلك.